السلام عليكم. ان شاء الله دابا غاديين لتازولت هنا سكا وتسكا نتوما ما ندخلو هنايا غاديين لواحد الدور هنا فيه واحد العين سميتو تيفليت ان شاء الله. العين اللي داك ديال الزرب. نعم. واحد العين هنا كيصلح للحبوب. ها العين ربي سبعة سارية في الطوموبيل حنا نختي واحد الزوار كانا سبعة سارية دارت لكم كاع. هاك شكرا الله يعطيك الخير. عندك مزيان التلبيت. عندك مزيان الشري. ايه. عندك مزيان البيت الحين. عندك شنو عندنا في الدوات. عندك شنو الدوات واحد نص كاين. هكا دابا غا سارو. سبعة سارية. صافي الله يعطيك الخير. صافي. كيف ليك. صافي. هنا تيفليت في تازولت واحد المنطقة زوينة بزاف بارك الله. يجيب الانسان الطاجين ديالو هنا ويدير الغدا ديالو ويستحم ويدوش. هاد العين جا في منطقة امل. شوف الماء تبارك الله كي كيخرج هاو تبارك الله ولكن غير صالح للشرب. هاد الماء مزيان للأمراض الجلدية اللي عندو شي حاجة في الجلد ديالو شي مرضى راه هاد الماء كينفع بزاف مزيان. هاد المنطقة سميتها تيفلت جات في أسكاور تسكا نتو دم هانا فاش كيدوسو الناس كيدوسو فيها العيالات كيقولو كاع مزيان تا هو تا للسحر ولكن الصحيح هو مزيان للأمراض الجلدية. كيدوسو هنا الدراري الصغار الكبار كيعمر هنا الصيف العطل كيجيو الناس بزاف لهنا. جا في منطقة تفراوت أمل. هاد البيت الى غيدوش فيه شي واحد اللي بحال العيالات دابا كيخرجوا من هنايا هيا كيدخلوا في هذه الثقبه فيها واحد الغار تحت الماء ها هو الماء وكاين الغار كيخرجوا من هنا ويخرجوا من ديك الجهه اخرى هيا كتخرج من هنا وتما اللي خرجت كيقولوا راه غتزوج اللي ما خرجت ما قدرتش محبوسه حبسوها هذوك الحجر راه ما كتزوج. هذا الشيء اللي كيقولوا هما ولكن الماء اصلا كيصلح للامراض الجلديه ما دوك العادات وداك الشيء الناس كيقولوا هكا كتخرج من هنا وتخرج من هنا راه كتزوج وكيدوشوا هنا العيالات بزاف وكي ولكن انا ندوز. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. برد الماء بارد ولكن راه مزيان للجلد اما راه الجلدية انا ما ندخلش هنا ما نقدش ودي ندخل هنا بالخلص المياه. يلا السلام عليكم. انه مكان رائع جدا في البلاصة حتى ديال اللي بغا ينشر كيصبروا فيه العيالات هما كيصبروا هنايا.
واحد العين هنا هو فزولت الدواء ديال الكلاوي الماء طبيعي خارج من الصخور تما من الحجر كتعالج به الكلاوي ديالك ما يكون فيه من الامراض لا الحجار والطبيعه تعالج بها الامراض النفسيه والاعشاب في الجبل تعالج بها الكونصير والامراض بحال الامراض الخبيثه السرطانيه الزيتون الزيتون كل هاد الدواء تبارك الله اللي كياكل الزيتون هيا هيا هادي راه حارة ما تاكلهاش ها الماء تبارك الله الماء شوف بسم الله اوب